رايح وي. صباحكم بألف خير. صباح الخير لغيدة ولا وسام. اليوم بدي أبعت سلام سبيسيال لكل اللي عم يتابعونا بأمريكا، كل اللي عم يتابعونا بأمريكا اللاتينية، لا أيضا للي عم يتابعونا بكولومبيا تحديدا، والعائلة اللي عم تتابعنا بكولومبيا ببعت ون سالودو سبيسيال لأنا ماريا إذا عم تتابعيني تيستاس فيندو لا تيلي كون لا تي أمل ون سالودو موي جراندي ون بيسو موي جراندي مي أسيس موتشا فالتا. اليوم القمر موجود ببرج الثور اليوم وبكره 27 شباط. شو حملنا 27 فبراير؟ اليوم وبكره الاجواء كتير حلوه للابراج الترابيه، مواليد برج الثور، مواليد برج العذراء ومواليد برج الجدي، مفروض نهاركم يكون جيد، يكون حلو ويكون ايجابي. كيف رح بتكون كل الابراج؟ البدايه مع برج الحمل، بقول له لمولود برج الحمل هنالك مسائل كتير ماليه، مسائل شخصيه، مسائل بتعنيك لك، وكانه في تحدي خاص لك عم بيتحداك، عم بيستفزك لحتى كأنه عم يمتحنك ليشوف قديش أنت شخص أبضاي وقدير. الأجواء ما بتحمل أنك تتورط بمشاكل، لكن بيبقى أوفر حظا من غيره 12-13-14 نيسان أبريل. بالنسبة لبرج الثور، لأنه القمر ببرجك مولود برج الثور، في عنا فينوس كانت قريب كتير منك، في عنا أيضا جوبيتر قريب من برج الثور، خاصة على مواليد شهر نيسان أبريل عم بيعطيهم حظ كتير حلو. القمر ببرجك اليوم مولود برج الثور فيك تولعها. الجو بعتبره اليوم وبكرة من أجمل الأيام، من أحلى الأيام، من أقوى الأيام من ناحية القرارات. الأمور صارت واضحة، قادر تشوف الأمور مثل ما هي، تسقط الأقنعة، وعندك خطوة كتير كبيرة أو جبارة رح تبين أو رح تاخدها. الأكثر حظا اللي عنده حظ كتير سبيسيال رائع إيجابي جدا 26-27 و 28 نيسان أبريل. بالنسبة لبرج الجوزاء اليوم نهار ضعيف، تبدأ الأسبوع والأجواء ضعيفة، لا تشجع على خلط الأمور أو إرباك المسائل. اليوم نهار بتكون كتير واضح فيه، بدك تتنقل فيه بكتير هدوء، ممنوع أخذ القرارات الحاسمة لأنه معقول تندم عليها نهار الأربعاء. اليوم وبكرة في بعض التأخير، تلام على بعض المسائل، بتلوم غيرك على بعض القصص، فكون حذر اليوم وبكره من الفضايح ومن الورطات والمشاكل. بيبقى الاكثر تعبا مولود ايار مايو. بالنسبه لبرج السرطان، مولود برج السرطان هارك جيد وحلو اذا حابب انك تعمل لوبينج، اذا حابب انه يصير في عندك دعم، تحشد دعم. الاجواء بتشجع مولود برج السرطان يعني ياخذ بعض القرارات اذا كانت هالقرارات ضمن مجموعه او من خلال مجموعه، يعني انت بتصير قوي كل شيء وعارف انه في ناس واقفه لجانبك، مش ضروري عدد كبير، فيكون عدد قليل. الاجواء حلوه عند مولود برج السرطان اليوم، والاكثر حظا مولود 30 حزيران يونيو 1-2 تموز يوليو. اما بالنسبه لبرج الاسد، بقول له لمولود برج الاسد انه انهاره اليوم شوي متعب، شوي مرهق بسبب اهميه الاشغال، مش لانه انت مقصر، لكن لانه بدك تعمل جهد اضافي، مجهود اضافي لتعطي النتيجه المطلوبه. الأجواء عند مولود برج الأسد يمكن تحمل شوية توتر، لكن حاول أنك تنتبه لأعمالك، لدقة التفاصيل، وما تقفي يعني ما تهمل أي ملف. الأكثر حظا 26-27 تموز يوليو. بالنسبة لبرج العذراء، نهار حلو عند مولود برج العذراء، بيعطيه متنفس، يعني اليوم في عندك مجال لحتى تتنفس السعداء، لحتى تنبسط، ولحتى تنقش معك. جو كتير حلو للنقاش، لكن انتبه ما تطلع برات الموضوع. اليوم وبكرة يومين حلوين لتختم فيهم الشهر، وكون حذر جدا 5-6-7-8-9 ايلول سبتمبر، اما الاكثر حظا 29-31 اب اغسطس. بالنسبه لبرج الميزان، يمكن هو يكون شخص شوي تعبان، مرق بهالثلاث ايام اللي مرقوا بشويه معاكسات، بضغوط، توترات، الناس تحدتك، حسيت حالك انه بورطه معينه. اليوم نهار جيد لحتى ترجع نوعا ما، لانك رح تقدر تشوف الامور شوي بمنطق، عقلك ببطل معصب ومتوتر، فيك تفكر بمنطق، وفي احتمال يكون في مجال للوصول الى حل وسط. الجو يمكن يكون متعب ومتطلب صحيا. كون حذر 22 اكتوبر 26-27 سبتمبر. اما بالنسبه لبرج العقرب، لانه القمر، بس لانه القمر اليوم موجود قبيلك ببرج الثور، يشعر مولود برج العقرب اليوم بانزعاج، مزعوج، نفسيته متضايقه، يمكن ما في اي سبب على الاطلاق، ويمكن يكون في سبب وجيه. الأجواء تحمل توتر،
واحتمال يكون في مواجهه مع شخص بتعرفه، شخص مش غريب عليك، ويمكن يكون شخص ما بتعرفه بالمره، فهدي اعصابك اليوم. الاكثر حظا 1 2 3 نوفمبر. بالنسبه لبرج القوس بيحب يقعد بالبيت، بفضل يقعد بالبيت، يتمارض، يتغيب، وبياخذ شغله على بيته او يمكن حتى المنزل او احد افراد العائله مريضين او بحاجه لاهتمام. انتبه لوضعك الصحي ايضا وبكر على شغلك، هيدي نصيحتي لك. الاكثر انفعالا 30 نوفمبر، والاوفر حظا 25 26 نوفمبر. بالنسبه لبرج الجدي بعتبرها نهار من الايام الحلوه الجيده القويه، اليوم وبكره عندك يومين لحتى تركض فيهم، تسعى فيهم، بهيك يومين كثف التحركات. الانسان لازم يتحرك، لازم يضرب الحديد هو حامي، لما الحظ بيكون حلو. الوقت له نوعيه وصرتوا بتعرفوا انتم هالشيء، والوقت مش كل يوم الوقت جيد، في اوقات منيحه، اوقات تعيسه، اوقات عاطله بالمره، اوقات ما في شيء بيزبط، اوقات حلوه. اليوم الوقت حلو، فقوي قلبك وما تخلي شيء اليوم ما تعمله، جرب على الاقل. الاكثر حظا 28 ل 30 ديسمبر. بالنسبه لبرج الدلو، مولود برج الدلو اليوم من الاشخاص اللي متلبكين نتفه، متلبكين نتفه، لانه صحيح هن بالشغل لكن عقلهم على البيت، يمكن هن بالبيت ومشغولين او عم بيشتغلوا على مساله معقده وبدها حل. اليوم مولود برج الدلو في شويه توتر، في شويه مزاجيه، منك هين، لكن مطلوب منك انك تتكيف مع الجو، مطلوب منك تعطي لتقدر تاخذ. الاكثر حظا 18 شباط فبراير. اخر الابراج برج الحوت. اليوم مولود برج الحوت اللي هو اصلا بخلقته بطبيعته شخص عنده قدرات حلوه نوعا ما تتخطى الحدود المألوفه لدى بقيه الابراج، هو شخص يتعاطى مع الغير الملموس من افكار، من كرياتيفيتي، من افكار حلوه، من قدره فنيه، ابتكار، ابداع، كل هالامور في متناول يد مولود برج الحوت طبعا الى درجات متفاوته. فاذا انت بتكتب، اذا انت بتغني، اذا انت عندك قدره ابداعيه شو ما كانت، بغض النظر عن عمرك، حتى الطالب اليوم افكاره رح بتكون سبيسيال. اذا اليوم مولود برج الحوت نهارك كثير حلو، نهارك ايجابي، ما تلغي ولا موعد، روح على شغلك، نهار ديناميكي فعال نشيط جدا، وبتقدر تحصل على اللي بتريده من خلال الكلمه. لذلك شغل اليوم حالك، احكي وشغل التليفون او قوم بالزيارات. الاكثر انفعالا بيبقى 3 4 5 اذار مارس، وكون حذر 20 شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم، بقول له لمولود اليوم بانتظاره، انا بعتبر هالسنه لمولود اليوم سنه كثير حلوه، سنه مميزه، سنه بتحمل تقدم، سنه بتحمل تغيير بمكان الدراسه، مكان الاقامه، او يمكن توجه جديد بمجال دراسي معين. اذار مارس، تموز، يوليو، ونوفمبر هن افضل الاشهر. هيدي كانت الابراج لليوم، بدي اتمنى لكم نهار كثير حلو، الى اللقاء بكره مع ابراج جديده، باي باي.